عمر بن عاص مركو نف بحي كجتي. ولذلك وامي من ضنا حديث ابي شماس البخاري وقصو اراري كلمد رنتي جيريدي سوي كدو نيدات كاله كلمد دحل قاله والى الان لسوع العليو بوت المام ومركه عن سوق بقبين ان تاريخي سامشي قدونا باذن الله سبحانه وتعالى. وقصة حياة عمر بن العاص غنية حافلة، كسب خلالها للإسلام قطرين كبيرين من أقطار المعمورة هما فلسطين ومصر، وترك للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. نكن قصدي عمر بن العاص وقصة يدو آد يد هذا نوع بوح ذا وبوح دافتي انتي واسلامك وكدرنه لبو ميلاد أورنتي آدي أدو وين أقطارت هو وين لولاك هو وين مسلمين ما أنت إليهم وإحنا أي كم قين إله يسوع إلي أي أسوع إلي فلسطين إي مصر وأنك قعنتك صادقة وحكرا مسلمين تو وقعدت تجي سيرة رنتي آدي أدو ده أو ده تكون آد أقو مشغولا بمعنى مددي إسلام كجري وحوانين وحقبر له وإحنا سوى كردية سيزو مركا كم وقتق سديس. تبدأ هذه القصة قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان. قصي صاحب الله بن عيسى هجرة انت عن الجارين كهر نص قرن كنت صنع كهر انت عن الهجرون بهر تقصيص باللابتين حيث ولد عمر وحكب الله بن عيسى مركي عمر ولا شيء وتنتهي في ثلاث أو في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين وحين ضمان عيسى سنة مركو أها أفرتني سدح هجرة دي ومركي جيردة يغتمد يعني بمعنى قبل الهجرة بخمسين سنة انت لهجراني قنطن سنة قهر الهجرة ده مركي اللي سوق قاري اه افرتن يسدح سنة انت مدد اقول لحيسة اي قسيس مركا اي كو اصر اي سنتهي. اما ابواه اما ابوه فهو العاص بن الوائل وحال علي من لقوم مقعابة العاص بن الوائل نين كان مركا وحوها احد حكام العرب في الجاهلية وسيد من ساداتهم المرموقين وحوها حكامته ذاتك عرب عربت ما مولي جري أما وقضي ياشو ذا وقت الجاهلية ذا ذاتك لقد بي من أحوين تنو أها وواحد من الذين يرتفع نسبهم إلى الذؤابة من قريش هنا كم يدي هاي ذاتك نسب كودو ما أسأ وصر رئيس جارسي سنة قريش مركي تاغنته. وأما أمه صومة لكن هو يضع الشيء عمر بن عاص فلم تكن كذلك يدو سيدان ماهن نسب كأبيه أولها يماشو كسو جيدي كما ينسو جيديني وإنما كانت أمة سبية وهاي هاي هويني الضانه الله صوت حابتي ومركو الدقال ودعي كدي وقعانت الوصول لي لذا أرنكا درتي كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة أو مرتمق أو, مرت أو مرتق فوق منابر الخطابة ولذلك ضدك حاسدين تيسا ضدك إساء حسادة لا ترتمى أودي دن ماشو جارسيسين إنه جارو مرة بقى الرمان إنا يين مش هيجان هو يدي بمر كيرن هبلا كل شيء هذا هيدا دو جار هم كوا أمريكا ونقلي بدل أنا قفكم مركو كرسي إمل وتاعين هذاك مجعلة مرك منابر الخطابة وتاعين هاي ونوح وها مفوهة وهذا كهيل أوك وأفتهن وها حلا مركا إير بمركا كتابن جيرن هو يدي سوى حلقة شيء جير مركا إنتاس بمركا وهيل حتى أن أحدهم قد أغرى رجلا على أن يقوم إليه وهو مرتق على المنبر وأن يسأله عن أمه حال على حتامال ما كمل بدبانين انتو يا روحي برنيو ما كنت دي رنكرتا عمر بن عاص أو منبر كسارا أو ضدكم سأقول لكي سنيان كلمة دن إنا دي تراهدين وهو يدي إيو يديئون كلي وهو يدعل كي كتمت كله وذلك لقاء مبلغ جزم من المال أغدقه عليه روحي حالها حالك رب ضم وأشعر روحي شلمات كان نقاض كلي وحان كهرباء إذا ضدك إبو حان منبر إسوع صارن وخط بضيني كل مدة نويل اللي هو يدها الكاتب كله فقام الرجل نينك مرك اللي نشيل اللي سيب وأها مرك يدها خط بضو أي سعة وضدك سأو لقي سانيا انتو يستعجبوا الحيرة وقال الحيرة من الأمير من أم الأمير ورت أمير كان هو يدي ياوة يا مالي بتكون هو المقل يعني. فضغط عمر بن العاص على نفسه وتدرع بحلمه إسنا انتو إسقبتو إش عبوريي وحلو يحيي مركا رنتي جكسي أو دلقادنا وأموجي إلى الموقف كان موقف رنتي كلمة دابا حلقية ما لنت إنه تاريخ وكجبحه ثم قال أرى سجي سينما وهلا هي نابغة بنت عبد الله وإذا هداد ويدي سوى نابغة وحاد على عبد الله
أصابتها رماح العرب في الجاهلية دقال الذي عرب أي قلان أيا ورمه عرب إيو دولان كودي با هلالة فبيعت بسوق عكاظ هيداي أو لسيدة سيدة بضاعة با وحل كان سوق وين عكاظ يحلوك لإبسده فاشتراها عبد الله بن جدعان وحا إبسده أو لوري عبد الله بن جدعان ثم وهبها للعاص ابن وائل كد من أبهي بوهبي فولدت له فأنجبت كد من إلما يولش انت يومك وصحقاوة انت تراجع سو انت ما ها هو يدهل كاسي كتب دقال بعد دعي دقال الذي عربه اي جيل جيرين غير كي والله قد كاده مرة دي اللي قد كاده نسيد الدونة اللي جاي يلي كد من هو يدهل وبدعاه وأدون هيا اللي كان السوق كد من أول اللي يبسدي عبد الله بن جدعان بقى عنده كل جا أبهي بمركوه بي كد من هذا أنا اللي يدهل فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذه هدي ذات كان حسد ودي شيء وما عرفتي حسد ودي لي قلب جود وحسد وقلب جود ومركه ساء ودقي هدي شيء اللي ما تكود اي شيء ذا ما عرفتي يكون ده صعب يعني قاضي واحد من ده طبعا كلمة دي هلكا سوق سؤال جر مركو موقف جي سينما له هدوني كعي ولا دقائق لها اما كي كلا وهوشي سوكو مشغول لها اما وفرقة طوران لها وحلقة يابا بوس كان وتاجه كأمير يعني كان أمضى إلى جيسان سكي خطيب إنه هل كان كوايو مواقفتي سي مركا مهم كأهيد إنه إلى شرعيته طبعا واحد موجين إسا إنه إن آدي عدو عقل البضان أها يقان سيدا نفط الله حكم بريو أنه نعم من فعالية أو إسكا إيموشنالي التجاري إنه صنعين وحين أخذ المعذبون أو المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطن مركا هذا محمد الله بارينا وحن نكبر الله نمرك يسوي خطيبة ومضى هر تاجا وحن الله بان إن أنتم صنصاء إسلامي نحو سمين جري وحين أخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطش قريش ونكالها ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم عزمت قريش على استعادتهم إلى مكة وأذاقتهم ألوانا من العذاب وحد عذي وتيل هجروذي ولا عذي حق الحبشة طبعا ضد كهجروذي وحيها ضد يوقعها ولب حسنة الدين كذا لب حسنة كب حسنة دباتوين كلوجها هي عذاب كإيمان إني من كان قريش أيوه مركا ماذا حب ضد كهي سو ما قدم بيقول حرنت يقرا ما يشاء نكون نستا أيا إلهي سبحانه وتعالى وهو قدري قريش بروح قاتن جوانا وهي قاتن جوانا إن ضد كلا جد بطلق أدبلو سعليه si marka shaqo looga qabto oo aanay u baxsanin diinkoodan la baxsan طبعا qisada macruuf baa ahayd waqad ikhtarad Umar ibn Aas lil qiyam bi hadhihi al muhimma marka mission kan ah in dadka la daba galo oo la soo qabto oo dib loo soo celiyo waxa loo diray Umar ibn Aas isaga marka loo diray marka muslim ma sawta waxa ay sawta isaga lagu durtay wax kala ma ahayn lima kana baynahu wa bayna an-najashi min awasir wud qadim isay najashi حرير بقى كان الحين جري او رجي ادي اد معارف بقى هاين او وحا ضد هاين كل قعل بقى هاين ضد ادي سوق دو بقى هاين او هري سوقين وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطريقته من الهدايا عمرو بن عاص مكي وسيد دقاقي قريش وحي وسي ديبتي وحا لو وحي هدايا او جعلها النجاشي اللي هو صاحبك وقران كرا وحن قضى وحن بقى مع تهديدا بوحيسايا ان منك بطريقه اها وهل ماشي oo diinki masiixiyada haystay odayga markaa ku hareereysna inta bahdiyad baa tii loo qaaday falamma wafada ala najashi hayyahu wa bayyah markii uu najashi u tagay markaas uu salaamay luqad carabiga tan hayyaka allah wa bayyak wa bayyak waxa laga wada rafa allah maqam darajada allah kor yeelow yani ilaahay inaa ku salaam salaanti ilaahay inaa nabadgeli wa bayyak macnaheedu waxa weey maqamka allah kor yeelow uu salaamay markaas uu xiyiri hayyahu wa bayyahu وقال له مركز سحير إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائهم وأجدادهم ضد باجرب يرطل كي يكسو الجيدو أو كوغ عن سيرة كوغالو بي دينك أبي يوغد يميك أو ياشد واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا دين عصب أهري أن لو أقون ويسو الدرسين يغوط وقد أرسلني قريش لسيدانك باستعادتهم إلى قومهم ليردهم إلى دينهم ويعيدهم إلى ملتهم النوحة إصادس لقريشو in adiga ay ka idan qaataan inaad dadka kan dib iyaga ugu celisid si marka diinkoodii iyo
dib dambe marka dhaqan celin iyo diin celin marka lagu sameeyo bal dadkan iyo la dirbiyo idan ninka marka waxaa nin erge ah oo lasoo diray oo agent soo ay soo dirsan nimankan quraysh waxay rabaan marka muslimiintii iyagu farxadka ahaa oo lafahoodii iyo diinkoodii lasoo baxsaday oo shalay aan ka soo hadlay cuhmaan ibni cafaan iyo ruqaya ay ku jireen iyo dad fara badan oo saxaabada rasuulilla sala alay wasalam taariikhda nagu soo maray dadkii waxaa la rabaa in dib dambe loo celiyo oo nimanka quraysh waxay doonaan marka ay ka yeelaan saa markay dhacday kadib fastadaca annajaashi nafara min asaxaaba annajaashi wuxuu u yeeray marka saxaabadii meesha joogta qayb ka mida saalahum can diinihim aladii yadiinuun wa ilaahihim aladii yuuminuuna bihi ونبيهم الذي جاء به جاءهم به بهذا الدين مركز سوحو يدي دور سؤاله صدح صدح سؤال بويدي سؤال شكوات هرد دينك كان دينك كان ديك تاني إيكا ورما طلبات إله هدر ما يسنتهن إيكا ورما تصدحات نبي كان دينك اللي من إيكا ورما صدح ده سؤال بويدي فسمع من كلامه ما ملأ قلبه يمينا أو يقينا واطمئنانا وعى من عقيدته ما أفعم فؤاده تعلقا بهما إيمانا بدينه markii u dhagraariciyey annajaashi saxaabada hadlaysa tabcan jacfar waa tuna meesha ka hadlay oo rag fara badan ay hadleen runtii hadalka annajaashi dhagihiisa ku soo dhacay oo saxaabada uu ka maqlay wuxuu ahaa hadal qalbigiisa yaqiin ka buuxiyey iyo xasuulooni caqiidada ay u sheegeen caqiida uu la dhacay bay noqotay waxa ay u sheegeen wuxuu noqday wax markaa aad iyo aad qalbigiisa markaasaa uu ومركا اولى العشاء ما ينقض فابى ان يسلمهم الى عمر بن عاص اشد الاباء طب مركا وحي كانت انه قات جوانا ان وديده او يرادو عمر بن عاص ودد كان دد كان غعنته كو غلين ما كل يا دقاق وعدل ما اتحفه به من الهدايا وحي هديه له ديبان وحي يرني ولا تك الا ان هديه كان وحكى لما هنا بجباسي هيد احباد ربتي ان دقيقه دعستي سوما قاد هديه كان ولا تك لكن دد كان كو علم النجاشي ارك دد كان حرير كدحيه ما لها qaraaba maaha ansaab ka dhexaysa ma laha geographically dad wada dega maaha laakiin qofka markuu mabda leeyahay macdan jawhariyana uu yahay qof ilaahay khayrka uu dhex dhigay uu yahay uu garan karaa soo dadku la tacaamulo ballantii waana sababta uu ku mutaysay inuu darajadaana uu gaaro ummadda uu boqor uu noqdo wuxuu yidhi adiga adiga ani labadeena sooma wixii xiriiri dab xiriir meeshiisa xoolahanna adaa ii keene la laabo laakiin dadka kan inaan gacanta kuu geliyo waa habeenkii xalay tagu ولما عزم عمرو بن العاص على الرحيل الى مكه قال له النجاشي عمرو بن العاص مكه مركو يصير خلاص ولا وقع عن سيره ماشي روحه كما كيني دونت اسوغ فر مرن بو لابانيا اي النجاشي له الله كلمه بكوي وحين كيف يعزب عنك امر محمد يا عمرو على ما اعرفه من رجاحه عقلي وبعد نظري عمرو انا كوغ اوغ دغي عقلي فوق عقلي فهمت من عقلي بدن باتهاي او مسكح بدن باتهاي او ذكله باتهاي وياب سيدا ومركا كو غان مر ام كو غرب مري او ادو غران ويد ان محمد صلى الله عليه وسلم درميس انك عقلك ان الهي وسي الا ان عمل معاص وحيابها بين الصحابه وكذا سوعنا عقلي ددك ماشي ما انت يدهان اي كي يسي اد دو سري وان اركي دونت موقفتو قادن دون ان اد مسخ بدن بوها ان كان اوغا او مسخ حدا بدن او تالنتك اه ان ما انت او غران وين محمد انه نبي هي رنتي وغران وين فوالله إنه لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة نينك محمد رسول إليك الذي صدر أنواء هذا عربته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإلى الناس كافة ذكرنا والله الدر فقال له عمر مرك عمر بابه يمر أأنت تقول ذلك أيها الملك بقر ما أذاب هذا الكالي فقال النجاشي أي والله ها فأطعني يا عمر وأمن بمحمد ما جاءكم به من الحق هذا بقى إذا جيس عمرو رمينا النبي محمد ولي من أودينا طبعا كلمة يسمع دويها كلمة مركة وحين نقول أن كلمة مركة مر الباب ومقل دون الجباب ضيد وصعوصا الله بان دونته ودى عمر بن عاص الحبشة عمر بن عاص حبش كتري ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل كدي من هرتيسو قادو سيسعو لسعو أن قرن كان وحو السماء لأن كلمة بآدي آد عليس أقوله كلمة نجاشي ويري وحين نقول كلمة مركة بوحيد أو كسو الله لابته فقد أخذت كلمات النجاشي يهز فؤاده أو تهز فؤاده هزا كلمات النجاشي كسو فلي هي قلبي سساء قريبي وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه إلى لقائه دفعا كلمة داس ونوحي نقطة مرك نبي محمد مرك كور مي حقي إن كلمة مركها حوغا أسير رحلة أي نقطة لكنه هساء هاته
لم يكتب له ذلك إلا في السنة الثامنة الهجرة. يهنوك إله بواطة يضا وقت يا أم مقلة. طبعا وقت الهجرة وقت أدو في الريبوع كلمة دا وحا هاد إن أي قلبي جيسا أي ساميسو ويكون بحسي إنه مسلم النقضة أساها مدعين وحصو إسلام عمر بن عاص سنة كسديداد الهجرية ذات كي ديب ودعيبوها حيث شرح الله صدره للدين الجديد فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم وإعلان الإسلام بين يديه. كدب مركي سنة كسديداد لقار ومركي مكالة فرانة يا إلهي سبحانه وتعالى قلبي كسدين كان عصب واسعي إسوغو دقدق إسكتور حق المدينة المنورة نبي محمد أولاك المكدبنا هل كاسو إسلام كيسي مركاكو إعلامي. وفيما هو في بعض طريقه انتو وضد كسي جري اسلها النبي محمد لكولا واسلام كاغا شاغو التقى بخالد الوليد وهو وضد كولا من خالد الوليد وعثمان بن الطلحه ولبضا لكل من صحابه نقندونا وهما يمضيان الى حيث يمضي ويقصدان ما يقصد يو كسي السعوده هلكا واسنا وكسي السعوده ربنا مقصد كيساغا وسعوده اه ان لصو اسلام امرك فانضم اليهم ومضى معهم لبدي كل مقدر صدي ون الراعي. فلما قدموا على النبي صلوات الله وسلامه عليه نبي مركب إيه مادين بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن عفان وحان النبي صلى الله عليه وسلم بيع الله قريب بعضهم مركب إن الليجنس ما شو إنجليش هو كله إن صلى الله عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عن تسأل له قالوا يكدي من الليل أبايعك على كذا وكذا يا رسول الله لبدي من وضد أكرك خالد وعثمان إيه مركب قعدت يتأكد ثم بسط كيد بن حل سوق قاري عمر كل كيس اللي سوق قاري قعنت وتات النبي صلى الله عليه وسلم النبي قعنت وسوق تاج فقبض عمر بن العاص يده عن النبي قعنت ودي ولا قرت اذا كان ماشي يمد يا رسول الله وحان رضا ان الاسلام قال لي ولا سعود انا قعنت سوق تاجتين ولا قدومي اسنا واحد مركز انه قعنت لكن دب وقرت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر عمر محاكو هاي فقال أبايعك رسول الله أمكم بايع ديار بانو أهي على أن شرد جيد لك على أن شرد جيد أو أه يغفر لي ما تقدم من ذنبي حتى ذنبي يغفر إلا الله طبعا ذكي وكد ويمر هو الربع ويسكو يجي إلا أنه حيابها وقال دقالك الإسلام كأولا قال سيدة أودتك كالا أودتك لكتي إيو ما أرأكتي خلاداتك كو سنبي إنتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشقو صنع بحيو مركة كود وحور الديار بان هاينا الإسلام لكن محربا صحيفة ذي ظهر إلا ترتره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ومرك المدن لسوع العلي النبي مالك سيد وآه إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما قف هدو إسلام إسلامك إهجرة لبدل وحي ترتران وحي كهري ودنبية طبعا رواية كالبخاري وحاق القرآن أو ميادا أقول أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله حديث رسول مكودي لكن وسوقه مؤلفك فبايع عند ذلك مركز عند سعودي بتمرك لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمر بن عاص فكان يقول لكن عددا يضع عمر بن عاص أو أه مركي وصو إسلام النبي محمد سعود بعد ليبتي وصو إسلامي كنتي سامين وين وكدوان سيدا كلا يعني سيدا ايدات كلا اسامة وبين ميت كدوان باي اساق ساميس هذا البو مركة جيدي حديثي محو نوشي قدونا مركو قيريوني يسد احدى مرحلات كاكو بنو لشيس وحيري والله بان كدارتي ما ملأت عيني من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمليت من النظر الى وجه حتى لحقي بربي من عمبور انا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإن نبو حسذي مالك صو إسلام إلا لقد إلا ما أردتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقدمتي كما إن دب حسن بوري حتى يعني نبي وينك وقلبك كوي إجعلك أن أقب وحان قار هار أنا حتى إنها أنا نسي كريم مركا أنا كإن دب حسن كريم هار كاسان قارب ومرحلة أولي حتى صاح كل من الله أهل جنة مع الله مرحلة دي وقه الرئيسان ومركو الصحابة دي يكدب التقيين وحير حتى كل من الله أهل النار بانها مرحلة سدحات بيقولوا شيء قدونا اه ماشي نرسو كسو قبل قبل دون وقد نظر الرسول إلى عمر بن عاص بنور النبوة وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة فأمره على جيش المسلمين في غزوة السلاسل على الرغم من كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة الأولى السابقة إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرنتي سجارة أولوكتي
أما كأجي عمر بن عاص نور كان نبي نمر وفراسة النبي نمر النبي محمد وحا أصاب بحي أوذها أولي هي نين كان عمر بن عاص أوذها رنتي آد أسر رياء إن ويهنين آد يد كوالفايل وآه وأقل ما مهام سعار وآد يد علوس وضد كان يعني بذن كريم تامرك وحي كانت النبي صلى الله عليه وسلم إنه سجاري أنتو حشاء أمير وكاجد جعيدا كمسلمين تا جارهان غزو دي لما قام بعد ذات السلاسل وغزو آدي أدو أدق واحد وبهاني تكتيك حربي أو ملتريا ما يشوف وصل رئيس جالس نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو عينتي أما أو حشي عمر بن عاص يدو أي جوغان رجي هو وينا أو مهاجرين تا إي أنصار تا إذا كي إسلام كي سجل كجور رئيس أنا سيدي أدو صو إسلام أو إذا كي ماشي جور كجور رئيس أو يجينا تكتيك حربي أنا وكويا راي oo dagaalo fara badan iyagu markaa soo hoggaamiyay oo macaarig fara badan abaandula ka ahaa dad sidaas iyagu ay joogaan buu nabiga si gaara isagu u farfiiqdo oo yidhi adan kuu baahan halkan wax kalena maaha taaqaad baa nabiga sal lay isagu ka muuqday walama istaathara allah binabiyihi wa aalat alkhilaafati ila asidiq ridwan allah calayh abna camr bn caas fi xuruub ridati acdama albala markii nabi maxamed uu geeriyooday allahuma maaragtay sal allahu alayh wasalam ila raxmati rabbi ثم خلافة بي أي أسوى قعنق شيء أبو بكر دور جلو حان صوت الماني إن دات فربضان أي ردوبين دور مقالة مركة لغا الرياب عربو إن يدب أقراتي دقال أيو عدي سي أبو بكر وإنو لقا ردوني نمان كا ردوبي الدين تيسا قلابتي دقال كا رقي مركة وعد راه موجي دقال كا بقى نمان كا لقا لي أو ميل ساري إلا مسيلم تون كذاب هل كا معركتي للاق دي للدي لي دكي آد ودق على أبو كبيرها وبادر الفتنة بحزم يذكر بحزم الصديق رضي الله عنهما يعني بمعنى في النظام في كجهر تجي جوان لمدة جوان كي أبو بكر أبو بكر طبعا حد مركها كجوان أتكي مركها مجد حتى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ونن آد يد وأضقها ومركي وحيد عام ناولني السيف وأذن لي يا رسول الله أن أقتلني بهجري وسيفتي ديب ان قرت كجويه كان الله سبحانه وتعالى هو قدره ما وقفت ان اشركت وحين دهان ليرشيب ريش شيء بس بيدهان قلده معركتي وقال قرتاي وحي له هذا قفك مقامك اي بوسك اي كرسي مو بدلا ابو بكر لو اوغا حتى مرض انه سن عشان كريم او مرض يسعدو كجيديسو او عائشه الى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديب انك مسك اويا او انت عشان كريم ونك مسكين كها لكن مركي نبي محمد بعد انت مركي لي oo cumar bin khataab uu yiri hadalkaa lama keeni karo wuxuu isku dhexyacay oo noocan ma ay ku adkaatay ilaa nabiga la weynaa sallallahu alayhi wasallam ayaa markaas wuxuu yiri abubakar ibn siddiq intuu istaagay buu yiri ninkii nabi maxamed caabudina nabi maxamed wuu dhintay qofkii ilaahay caabudina ilaahay wuu nool markaas halkaa istaagay mowqif adag buu markii qaatay mowqifka labaad markii nimankan ay ridoobeen abubakar cumar bin khataab wuxuu qabay haloo kaajay cumar abubakar intuu istaagay wuxuu wallahi law manacuuni iqaalan kaanu yabduun ilaa qofku marka mowqif u yimaado amaba position u yimaado isagu isbedelaya ma situationka ku ogeed ma ninka meesha la joogi jirna ma maxaa la marka kan wuxuu fadhiyaa kursi mas'uuliyad buu fadhiyaa halka marka Abu Bakar shakhsiyadiisu marka way isbedelay laakiin Amr ibn Aas kama shakhsiyad Hussein xazmiga markay taagan tahay Abu Bakar radiyallahu anhu arda ilmihim faqad nazala Amr ibn Aas bi bani Amr fa idha bi zaimihim Qurra ibn Hubayra يهم بالردة ويقول له عمر بن عاص وحي كود دقي راب بني عامر راب بني عامر ومرتوها أضي راب بني عامر أو لغم عابة هرة أما قرة ابن هبيرة لغم عابة أي حوالي قلبي جوحة كسوة قال إنه إسنا إسكر الدوبة طبعا صوبتك كانت ردة أو أه دين تاين لغا الله أبطو أو كفر لغا الله قاتو إسلام لغا الله أبطو وحاك كان حوالي وحي يرقون صدن زكرة لبحيني وحيو أركين عن شور عربك قادة نيسو وحيو يا عمر هذا يكون كلمة إن العرب لا تطيب لهم نفسا بهذه الإتاوة التي فرضتموها على الناس يعني بها الزكاة لونجان إيو وبمعنى العقتن أدوشة كسارتين عن شورتن أدوشة كسارتين عرب مركا كما فرح سنة وحان كده يقول الزكاة لأن تير لأن تير كإسلام كمده oo qofkii beeniya uu gaaloobay qofkii dafiran uu gaaloobay wuxuu leeyahay war itaawadan itaawadan wax dusha qofka laga saarto bixi la yiraahdo ama canshuur ha noqoto ama ha noqoto ma aragtay wax kale qofka laga qaado markaas wuxuu yidhi fa in caafaytumuha
من ذلك سمعت لكم وأطعت وأطعت هذا واحد نعرف سمع لكم وأطعت هذا واحد عفى عرب كعب في دانه اللي هذا واحد زكلا إني كمان ربنا لما أنت دو إسلام يا وإن أضيع يا واحد كداي وإن أبيتم لكن هذا دي دانه اللي هذا زكى الله بحينه يا فلا تتم عليكم بعد اليوم عرب مركا إني يوم ضونت ما تكذب كلمة دابا مركا واحد مقل عمر نعاس فصاح عمر بزعيم بني عامر وقال مركا شو لقاك يا قيلي ويحك أكفرت يا قرة قرة هذا قالوا بيسا وهل تخوفنا بردة العربي واحد نوه الدبيسة عربة ردوا بيسا فوالله لأوطئن عليك الخيل في خباء أمك إله من كل أرتين فرضها أن دجالك سوق لين دوناي وحي صوصان لقي دونان بيري تندد هو يدا بي ماشي إنك دكنتي يعني بمعنى يعني إنسان دجال إنكو قاد الدونا ملك سد جوك تانا نقل الدونا بي يعني بمعنى وحاد بيبي كلية إنو نيكا كان يري وردوا بينا شنو كان هلا قد جودي هذيك الإسلام كان ديوك قال لا بانينا ضد مركب وحيوار كان بإسلام كبا ربا إني كفا إذن أو شنو كان لما بحين مؤ بريس وقص الله من دونه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بعد إني تهم مؤجا إني له دم وكذا ترتري مؤجا مركب يصير والله كم عدد بين ما هذا نوه نجيب يس عربا ردوا بيس وذلك دون تام عشان مربنا ولما ولبى الصديق نداء ربه مركي أبو بكر الصديق وأجيبي إلى هي ندهسة وأسلم الزمام إلى يد الفاروق خير يد طبعا عمر كل انتهى لقى وضع كدمنا مامل قوقد بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير يد تلقى إليه الأزمة وآه قف كان أو خير بضل مامل لو ديبه استعان الفاروق بقدرات عمر بن عاص وخبراته ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين عمر وعاد يد وقف إلى استيب أبو ذهب أوليه عمر بن عاص كدمنا وهو أؤد مضي وأديك سدي إنه إسلام كمسلمين تمركا وحو قبطه إلا أن كان سجار ويقين النبي صلى الله عليه وسلم أي سجار مركا وحو شيء عمر بن خطابنا وحي قوان مركي وقاتل قوانا إن عمر بن عاص وأديك سدو وأديك سنه محي إسلام كله وخد منه ففتح الله على يديه سواحل فلسطين بلدا بعد بلد وحيا بعد لعي أرق إلهي وحو صواب ونقضي أما بحن كوضا إنك اللي هاي عمر بن عاص وها أصاب النقضي إن إلهي جعنتي سأو كفرة لول كان فلسطين لول والبابا إديغان وبابا فلسطين وإله مالك سلفرت وهزم جيوش الروم جيشا بعد الجيش مربع إذا بو لول تمريا ثم اتجه إلى حصار بيت المقدس وهو صعد مركب دنبايو وهو قبصدي بيت المقدس وقد سدد عمرو الحصار على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين حتى زرع اليأس في نفس أروطان قائد جيش الروم إلهي مركب قدري عمرو بن عاص إن قبصده لبدا قبل مدي وجوه الرئيس وبيت المقدس لبدا حرموت لبدا حرم كي سدح بيت المقدس إلا هجاميه أباندوله دجال كوتي معيدا كوتي جيش الروم اللي مع أريطون إلا كقوست يعني بمعنى مركب وحو كبل لا حاجه اي فلسطين طول مركب حري بو اوو دنبينتي وحو كسو بي شفت حتى هلكا اي بيت المقدس بيت المقدس بو هدانا مركب وحو غلي حصار بو غلي او هلكا سو مركب اودي غلي وحملوا على التخلي عن المدينه المقدسه واللوادي بالفرار فاستسلمت القدس للمسلمين الا وحو عذابين يقول هذا او دغالك كود الا اسك ديبان الا هو جاميه دي عين كودي عرانو دي غورتان إلا ما كضمن القدس قدس كمانتا ناركتي لو بعدي لا يهم او نيغوشيشن حلو كاين واي وحكس حلو كاين واي انتفاضه حلو كاين واي هذا اللي حلو كاين واي مقابله صحفيه حلو كاين واي جعنتو خصوصا دي قدس صدقيسان عند ذلك رغب بتطريقها بطريقها ان يتم ان يتم التسليم بحضور الخليفه نفسه مركنكي بطريقه ولا ادكادي لو إسديبي وسوق قرديبتي في رواية هاي اتفاقية على صحيحانة صامها هشيس كلو وريدين على صحيحانة صامها قدس إلو وريديها وحن رواب ويري إنو صاحة دل خليفة المسلمين عمر الخطاب إنو جوب جوب ونقضوه مركا لك على صحيحانة ممندرن كأه إن ماشي لنكو وريدي فكتب من عمر بن عاص للفاروق رضوان الله عليهم عمر بن عاص مركب الدنبال بقرة كو جهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستدعيه لاستلام بيت المقدس يقول له أيوة خليفة المسلمين نائمة وحرمنا إن فرها بيت المقدس أن كجور الجنة فحضر ووقع وثيقة الإسلام مركع عمر خضر ويمد
قبضوا بوها إسرع ما كسر هاي هشيز كيلو كلا وريجستي القدس مركا قدس الله لو حبب عنده عمر الخطاب عمر العاص لبعض عمر مركي الجوع أم بنصان مقن يسوي وآلت القدس إلى المسلمين في السنة الخامس عشر للهجرة على يد عمر بن عاص رضي الله عنه سنة كمركو عشان يتبنى هجرة أي قدس دب وصو الله وتيدت كمسلمين تام وكان الفاروق إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمر بن عاص من براعة يقول وحد مركز بعد هذا الكهر مركز عمر الخطاب مركز اللي جوا الرمو اللي جشه بيت المقدس اللي ما كان مركز عن تكون ديجان ونكسر فرت عمر بن عاص إيو عدرها ومجي عمر بن عاص يسوي اللي ما كان وجاسه عن فرتي مركز صاح السلوح ليه جري لقد رمينا أراطون أما أراطون الروم بأراطون العرب هجاميها روم أراطون اللي هم عاب الجري إن جانا وحن أهل نين كلاء عربت أراطون كودا بمعنى اسكوب بحوى تلك بتلك وتدفع تتوي ثم توجه عمرو بن عاص انتصاراته الكبرى بفتح مصر مركو ماشي كذا ما ضمننا سنوات خلاص ماشي وجوس الرئيسة صلى عيسي بيت المقدس مرة هذاك كانت التاريخ البلد ده بعد كذا شيء خلاص نصه ودقائق هذانا دجال وقال حق يا مصر بمركز شو أبار وضم هذه الذرة الثمينة الذرة الثمينة إلى عقد الإسلام إلهي مركو قد لها دنا دولة مصر وضن كان أبار كيسا إنت عليك وحا إلهي سواء وقال لك إنه صافرته عمر بن عاص وحين أنه قد تمركي قيب كم إذا تصبحي وريك سنة شرفت لها إسلام كمركز كومنا قيب كم إذا إسبيجي سيبين نقطو وبذلك فتح إمام أمام جيوش المسلمين أبواب إفريقية وبلاد المغرب ثم إسبانيا بعد ذلك إله مركوح وقدر إنه أفر إنه صاب النقض إن أي جيوش المسلمين عيدا المسلمين أي فرتان مرينا فربضان أو لغا قالوا إفريقيا أفريقيا حقا يوضم هذا ما أنت مغرب كله يقان إساقا فرتي إسبين إسبانيا إساقا فرتي دانين مركانين سهلا ما هي وانين آد يدعو رسبة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاي أي واحد يأخذ قفل بول إسكما قاتل لكن ضد قارة أي النبي صلى الله عليه وسلم أصم تنو وقد تم لهم هذا كله في نحو نصف قرن من الزمان وحاصل لنا إنجاز هذا إلا سميه وحي هاي مدة كنت سنة قدهود بالو وقت هوش حاصل انت هذا عنو كهل لنو غيض من فيد وحي دهان وحيره وما أركتي شفوف سا وحبضان ما وليست هذه كل مزايا عمر بن عاص وحن هذا أنو شيقي نقول ما هو حيابها عمر بن عاص ولا قارها انت ننكرية ما هي وإنما كان عمر أحد دهاة العرب المعدودين وحكم بدها مرك الله الشيغو فهم يخدع انتليجنس نقول لك الشيغو ضد كفارة كتيرسك عرب كجر أيها واحدا من عباقرة من أفداد النادرين وحنا كجر ضد كرنتي للشيك الشيغو فارة كتيرسك أهو يقوم بأكيو قد أدى بصر فهمنا إليه سبحانه وتعالى وسيه وحنا كارك دونتا قصوينك أن شيء قدون ولعل من أطرف صور دهائه أو دهائه وذكائه ما سلكه في فتح مصر فقد ظل يغري الفاروق رضوان الله عليه بفتح حتى أذن له وحكم إذا مركان سؤال قبل أنه اسمارت لماذا لها عمر بن عاص يفهم ذي سعادة يسر رئيسي عقل جيسة وحامو الجنية مركي عمر بن الخطاب وكجذي هوشان أه إنه فرندون مصر ومركا عمر وقطب إلا وكلا دعاي وأركانيك كان إنو يهي ما أركتي نين كفأة كوالا فايلة هو شكب بحكا لمركو أركي واتع عمر وقطب يري هذا هذا وكود دي وفرق وعقد له على 4000 من جد المسلمين بنديرا دا وحقود دي بي أيو قعان تقول لي يدو أن أفركن أعيدا كمسلمين تأنا ورعي فمضى عمر بجنده لا يلوي على شيء لكنه لم يمضي على رحيله إلا قليل حتى دخل عثمان بن عفان عمل عمر ولقد عمر بن العاص مالنا ومليه سنه هرتي سقرت اذا كي صار وتأفر كن والربع انه دقال وقال ما كفرت ماشاس نصر ايريا داس مدو مركو سي سعودي باع عثمان بن عفان انتو يمد بوح وصو يمد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب فليا امير المؤمنين امير كمؤمنين تو ان عمرا لمقدام جريء كان عمر ليه ونين ادي ديرا او انوابان ودب واقصا وهنن اهدي ادوار رونتي جيسي وان فيه حبا للاماره كرسي انا وجعل لي امام كان وجعل لي هذا الكاو حاله عثمان بن عفان فاخشى وحن كبق يا بي سغوله بوس كاغي الى شويه امير نيمان يا مغو ايمان وحن كبقى
أن يكون قد خرج إلى مصر في غير عدة ولا عدد فيعرض المسلمين للهلكة. إسوغو أن ديار سنين أو ترأي عدد بإنت بآن جعنت جيرين إنو إنتو بحقه عينك مسلمين تبايلها وكذلك مركة وخطر قليل فالنبي التي ما كان بقيا بقيل يعني علم المسلمين هل كان ماشي يكو هلاغ إذن وحي كقل لك أنت من أبان دولة من نقو هذا كان طبعا صحابة إسكو توري جيرين نوعا ما وأنا رنتي هذا الأويري عثمان بن عفان مركي عمر بن الخطاب الله شيء هذا كا فندم الفاروق على إذنه لعمر بفتح مصر أدبو جاء قوم به ومحاد أدرت بشير مركي لأن هذا كي عثمان بن عفان بقى لي يصير إنك كان اللي قف مركو جيسي هاي طبعا نبقى معها دي ما جرته وحلا جاء مركو جيسي إنه يكون بحسه عيدا كم يقولون سنو جو جنو مالك لا أمر له مركو عثمان بن عفان وجيت كيس ما هين عمر بن عاص ضر وجيت كيس وحاي هاي وبقي قدام قني ذات كان مسلمين تعمل علا إن لا ديجو الشجع الله ورنيك كان جيس إنما الإنسان كان بقي المال كسمك أو خطورة ذات كان مسلمين تاع المهم هذا اللي هو سامي عمر بن الخطاب وبعث خلفه رسولا يحمل إليه كتابا منهم بهذا الشأن كد من روحه كذب الدري نمبو كذب الدري لم بالنا وقال الدري وليه هاي أرنك وكله عطلي أدرك الرسول نيك إلا الدري وكذب تجي جيش المسلمين في رفح يقول رفح جوجا من أرض فلسطين أو لولك فلسطين وما تارك ما لها مرة والبوع لقى الله فلما علم عمر مركو أنني أدو عقل البضان مركو أقاذي بقدوم الرسول من عند الفاروق إن لصادري من فرين سداء كسعد عمر عمر بن الخطاب كسعد وأنه يحمل إليه كتابا منه مركان السدا دنبال كسر عمر بن الخطاب توجس خيفة من الكتاب الذي معه حوغا درن باقلي وكبقي يسير الله إليه وحبها كجرة كتابك كان طبعا الكتاب كان وحا كجرة أما دنبال كان وحا كجرة إن لقع زيلا بوس كدب لو صلى الله تليرا وصلى الله وش هذا موجود مركو طبعا وإن آدو عقل بضان وحسيدة أن تلماني فما زال يتشاغل عن استقباله ويغض الصير نحوه حتى بلغ قرية من عريش مصر وحب الله مركو اسكدر ميرميريو نينكي اي جنتيك اللي صوت درب وجانس درب انو هاني صدم انو هاني صحوية نوعا وقت يكلم يي انت انا ونينك مربع ومضى يولاي هاي هنو هات وقت كلام وسي سعودة مرك سي حولي ايو كو سعودة الا او كالقلي مصر عند ذلك استقبله مركو مصر لغة بيجي بيوري نينكي اول اي صوت در هاي ماذا وأخذ الكتاب الذي جاء به دنبالك كقاتل وفضه طبعا حلوق رجلي جلدي وصابه كالفر فإذا فيه وحاكو قرى مرك إذا إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل أرض مصر فارجع إلى موضعك هذه دنبالك يمكسو قهارو إنت هذا مصر سان لغين دبو سور رجال علي وإن كنت دخلت أرضها فامضي لوجهك هذا صلوغات لكتي وصان لكتون ماشي قشانا هرؤسي السعود إذن أنتم الرأي صامة فدعا بالمسلمين وقرأ عليهم كتاب الفاروق دكتو السويارة ولكو أقري فرينت عمر وصادر وقال الفير ألستم تعلمون أننا في أرض مصر ضدوا هذا مو جيد مية إن أرض مصر صاقل فقالوا بلى ها قال فلنمضي على بركة الله وتوفيق هذا ما أنسيش عن مركة وكان أن فتح الله على يديه مصر إله بحق دل مركة مصر إن وصافرت إيضا لنبا تانا وحيكم انتهي ساق مركة مركو أردي ولي هاي واحد صمير wax gaar oo ka heli meesha marka mala islaamku u soo dhiciyay masartan maanta leeg inta leeg quraacda in leh oo diinka inta ugu badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmigiisa dadka ka soo gaarsiiyay maalinka waxa ilaahay sabab uga dhigay in Umar ibn Aas marka uu furto Uthmaanna wuxuu u damqanay dadka muslimiinta isagoo ka baqay ninka kan geesinimadiisa inuu dadka meel ka tuuro marka wa min taraifi dhakaihi wa da'ihi aydan waxyaabaha muujinaya aqligiisa iyo inuu taalantada waxa kamid annahu kana yuhasir ahada husuni misr الممنعة أنه حين كان يحاصر أحد حصون مصر الممنعة مركي وقال كأوجلي قلاع ذي مصر يد أن الجباح كيرن وأن لب بعدي كان مركي وقال كأوجلي أو سأهرري بعث بطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل من عنده ليناظره ويفاوضه بطريق الروم أضيقودي أيوح صادر وأنه قاميه أيوح قف بصادر وحير وحان ربا
عيدن كمسلمينتا أما هو جاميع عيدن كمسلمينتا إنه يصدره قف مسلمينتا كمذا أو أن مناظرة ضد ما لقله وأن ما لقله قف اللي هذا كان مركز ضرب وحكاية مريا وهو جاميه مصر مركز النضجات مركز إيدو مريا ومسلمين تو حيتاجين دولات كمجالات يحتاجين وحي أي معركة جوذوميين إيه يدا قلع هذا الصناعة مد مركي والله ببعديك لكن لا بدأ عيدا وكور كودا اسكون مغضى ساو ما كلفوغا ماشي مركي مره يسو مركي ايا قائد كي وحان ربا قف مسلمين تهلا يصدر فندى بعض المسلمين انفسهم لذلك ضد مركي اسو شرحي ومسلمين تكمي ذا يقول انا بحي انا بحي لكن عمر وحير قال وحير اني ساكون رسول قومي انا نقني بقفك للدرية اساقا انا هقامي هي قفك لدينا واساقا اساقا الدرية مركي يعني بمعنى واحد كان انتو صافر يسوير يفصح بل انتو صافر زي ما كو فصح لي وي ما عرفتي اسجا مدير كينا مدار كين اسجا ثم مضى الى البطريق نيكي ومرك اوتلي ودخل عليه الحصن على انه مرسل من لدن قائد المسلمين وقال لي مركا حصن جيسي قل عدي سي بوقال لي ومال رنتي او ظن وي ماشي بوقال لي اسجا اسكدي جاي انو يهي نن وصاد عمرو بن عاص التقى بطريق الروم بعمر وهو لا يعرفه بطريق الروم هو قام يهدي وحول لك المي بودا ان عمر بن عاص صادر ولك المي طبعا ماشي انا قوانين بعد كان انت ساتير ان الرسول الواحد يقول بكريم او بحشو اي تهي مركب فرك بح ودار بينهما حوار وهذا بعد الحمري نما عن عبقرية عمر وحنكته رنتي موجنية حوار كاس عمر بن عاص إنه أهانين عبقرية تجربة له الحنكة اللغة العربية هو تجربة ذقف إكسبيرينس عبقرية وتعلم تني ماذا وذكائه هي فهم ديسة فعزم بطريق الروم على الغدر به نين كان هو جامعها مصر وحور مركة عمر بن عاص إنه ومركة وحجر أمليجو ودي من دابية ودي جو كتخلص وزوده بعطية إنسانية عمر كيسميه عمر معاس وحال لسيه رنتي هدايا آدي وقيمة بضم بالسيه وحبر بضم بقى عن تلوجل وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرة الخندق إلا مو عنين آدي آد وما أردت خبيث وآه وجامية وحيري نيك المركان سيه وحن وقع عن تلوجليه وسلكته مركو صبح يعدابك مرة إذنه سيفاها كلاد العقورك كجوية إذا ساسو قرش يستمرك لكن عمرا رأى في عيون الحراس ما أثار ريبته عمر بن عاص مركة دكي إن له ذو حاكا جنبه وذي وحشك الجلي مركي بالدرين بانكال فعاد أدراجه دبو أصلا الله تمرك يسوق مركو يسير سيبح بو رجع لأن وأقري وجيده بو أقري إن أي حجر مركة ماشي وتاجيه دبو مركة أصلا قرته نيكو دبو أصلا الله وقال البطريق مركة سفيري والله له جميع خير إن الهبة التي وهبتنيها أيها السيد لا تكفي أبناء عمي جميعا هدية السيسي هدية كف لما المعذرة والبدين فهل أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت إي أقلوا إن طبعا صاك حايا أو المعذرة كذب أن هدية نوال السيسي لكن أنت نغفل فصر البطريق بذلك نكي مركه جميع وكفر حي ومنى نفسه بقل عشرة منهم بدلا من واحد يحيي هل انت تدير اللي هي صوت طبعا كلا نمكيني ها كو يتوان مركع كالقبل سي فصح سكف فصح انك كان فأشار إلى حراس الحسن بأن يخلوا سبيله والله هل اني منكي قارك هياش اها الأمري إني عمر بن عاصم مركو صوب بحقورته ولا رأي وحيري سي داي هده هديلين يا عرا مركع إنو عمر انتو تقو طبعا المأدرين سي انتو صوك حيو سيد حواليه ما شاء الله وكيانو كدي من أمرك عصرك وداري وكتبت لعمر بن عاص النجاش إلهي مكة وهو قدر إنه تا مكة إلهي وكبت باديو تالت النمضاس عقل ياسي في رضا دير إلهي سبحانه وتعالى وقدر وحلق يا ما أنت لولا الله دي معركتي وبحي لها أن نكمل الليمانة وكمل جيش المسلمين أنت إنسي سهلا مكة قارت الله ودارين لها لكن ومكة إليه عمر بن عاص وهو داهية يقين ذكنا أقية داهي نمضو رنتي فهمدا دك إن له دينا دقين كرتوا قفك كهرتا دينا دقين كرتوا فرعصدا وعدد وصرعشوا المهم لما فتحت مصر وتم استسلامها للمسلمين
مركي مصر لفرتي او اي مصر يعيدا كيد ودنبا وسو قور ديبتين دتك مسلمين تا التقى بطريق الروم بعمر بن العاص نينكي شلي هجرته مليجي عمرو بن العاص بقول لكم من عمرو بن العاص وقال فقال له في دهشه اشتغل يا بن ما كاكسن اهذا انت هم اذا تقفكي مركا مالك ايم قال نعم ها على ما كان من غدري وانه اجيب بك حجاره الى مع سالم مالك انا انبوها قفك. المهم وكان عمر بن العاص الى ذلك من احسن الناس بيانا تاوح اوه لي جي سينما رايو ديق سينما رايو اللهم المستعان فهم اوسي ديرا نموحوها افتهنا وافصحهم لسانا من هذا الكهيل ابوها من اد افتهنوا اه وفصيحه واه حتى ان الفاروق رضوان الله عليه كان يرى في فصاحته ايه على قدره الله سبحانه وتعالى الا هير عمر بن الخطاب مركو اركو عمر بن عاص فصاحبيس وهو ارك جير اني معجزه علامات كمين علامات الهي لو قرطو مركو اركو فصاحه عمر بن عاص هذا الكيس فكان اذا راى رجلا يتلجلج هضو اركو قف هذا التلعب في كوسا ماينيو وان هدي كيرينو هذا الكيسو كيني كيرينو افتهنو كم قنت وحبا ان عدين كيرينو مركو اركو عليج الامنت بالله اله من رمي ان خالق هذا وخالق عمر واحد الله ابور انك كان هذا كان شيء كريم قال لي ان عمر بن عاص الله ابور وامي كورم بالهجره جلدت يعني بمعنى عمر بن عاص يعني عمر بن الخطاب حتى هو ارك جري ان هي نوعا ما شيء ما اركتي الى سبحانه وتعالى لو قرته ومن بليغ كلام من عمر بن عاص هذا لظى ادي وحول دير اللي قصه حكتي عمر بن عاص وهكمدها قوله انه ان يري هذا كو الحكمه لها لغا سخيت روحا كامل الرجال ثلاثه بالرجل وسدح رجل تام ونصف رجل ولا شيء نين بو حدا مايسترا نين هافا ان هو بقى هين دك وسدح بيقول اما الرجل التام بيقول نين كان دمايسترا بو حاي رجحان ذا له فهو الذي كمل عقله ودينه وقف دين كيسي عقلي سي كامل مقدم فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا هضوح ضمعو إنو قان قاتنا ضدك يو أهل الرأي أهل المشهورة إن دير قراتضا أيو هذلك لو ذاقا رأي لو ذاقا كدبنا إلهي ووافجي وكاوا ننتام وأما نصف الرجل ننك هاف كأنا فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله وقف إليه سبحانه وتعالى أول لما يستره إله بأول لما يستره فإذا أراد أن يقضي أمرا مركو قان ربع إنو قاتو لم يستشر فيه احدا قف والله ما تشط كذا قدرت ان تشان ونس رجل وقال اي الناس اتبعه اترك رايه لراي يسوق له ضد من راعي كرا رايي رايي ودو تي كرا فيصيب ويخطئ واحد يعي كرت مرنا انه حلاله والى رايي سا ام المر مرنا انه قف وخلد كل عاد يعي كرت كوانس رجل بي. واما الذي لا شيء منك وحك سوقات بلا انت بقى انا هين فهو من لا دين له ولا عقل ومن الدين عقل لا ولا ولا فلا يزال مخطئا مدبرا مر رباني انه قفمه يعني انه مال من اصيب لك يا ربي هل كان مركه وربا انه نوت المامو ان لا تشتاي ان مهمته والله اني لا استشير في الامر حتى خدمي انا وحو البضت كان كلا تشتاي الله كان دغه حتى خدمتي حتى كو اي شقي حتى ما كلا تشتاي مركه قوان ان قاتان رب وكان مركه قبل جبيني ولما مرض عمرو بن عاص مرض الموت مركي حرار وقاري أو نفبح وقاري وأحس بدنو أجله بدنو الأجل ونضرامي إن أجل كيس وسود دواذي ما ذا شو سود دواذي نيمو يمويت كيس ويقا غلبته الغب العبرة مركي اللي بصود عفتي واسمه ملوال حديث بخاري وتلمام وينبو الله بعض حديث حليه وهيج من حوله بالبكاء ضد كساوها رأسنا بأيضاً أوين جبصدي كذب وها الله وقال لهم طبعا وها الله اللي مركي يقول رئيس البخاري وحتى الإمام حديث البخاري ويلكيس الله اللي يا أبتي لما تبكي محل رئيسة نكاد لقيت سلميه ورسولك صلى الله عليه وسلم غزوات كان لجوجيو ودول لنا ذا قريب جلائه مراحيش الصوم رأيه والنبي يري أسلم الناس وآمن عمر بن عاص ووحى صوت ضمبا نكاد لقيت باتي محل رئيسة وقتل لنا ذا بودا ما هذا كان مركي كذب بحر كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها سدح هير او كلا دوان او مرحلات او نوشي ده يصوم مرتي وانا سدح هذا هير او هير او كلا دوان او انا سد ده سدح ايتاك وبرتبير وانا سقام بير كو كنت اول شيء كافرا مركو غوريس قال بانها عدايسي قال لماذا فلو ميت حينئذ لو اجبت لي النار ها
هدان صا كل ما لها نار بقى يوجبلي حديث البخاري بيقول ليه وحا إيجا قونا مر النبي محمد إنا إساقو نول أو سعودة إنا إنتان أركو أن إنتان إسك الله الله دي كركا كو كسية تاسا إيمال إيو قرد بي هدان صا كل ما لها أهل نار بقى نقل لها لبا. فلما بايعت الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام مركي أن إسلام كصوق النبي لما بايعوا ذي كنت أشد الناس حياء منه وحانا نين آدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرح الشهد وقسير الوقت حتى إني ما ملأت عيني منه قط هار وحان قاري النبي صلى الله عليه وسلم أنا كبا مركا النبي حسن كرين سيد الربان ودي مو كرين فلو ميت حين إذا هذا صام كل ما الله عنه لقال الناس يعني ضدكو حيليه الهيان هني أني عمر عمر بقادين بواهاتي أسلم على خير ما مات على خير إسلام كي سمركو إسلام كي سوق علينا خير بكل إسلام خير بكل إنت ساحدا كل ما أهل جنة نقلناها بلي وهي المرحلة سدحات ثم تلبست بعد ذلك بأشياء كل من أحيانا كلا يعني أحد بها شيء بي فلا أدري أعلي أم لي أم إلى أم لي مؤقي إنان أصيبي وأني أي قرنتهاي وأني أي كجرت إنان خلضمي أو أني سارنتها أنه ما أجيبه ولذلك هو مركة ولي هاي حديث البخاري وحلى ثم ولينا أشياء علماء ذو الحين لي مركة وكوسي سلم أتي المعامة يا مركة أمير كو النقطة مركة أمير نقطة كرسي الكفر يساتي طبعا عن ضد بس قبان يسا كم بس كعيل يسا كم بس سار يسا مد بس حبس اللي يسا مد بس الله ده يوسف ماشي سود لوان مد بس غرامين يسا وحكم إذا مثلا موقفتي هضة وكذا أمير المؤمنين ولا بالكين وعبار نيك يسكت ده مير مير يسكت ده بجيل يسي يلا هيد مركي بينه ده جيسه بحيو حيوان ما انقبض الحيوان ما انقبض انقبتي بيل لكن ما أجي مرحلة ده وحقيقتها وحي كده بين دون وأنا مرحلة ده قف قصته إن قد نبدأ إلهي سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدح مرحلة ده وقف إنه سابق النقض وماشي وش الرئيس وقف كمركو صو إسلام صو هذا كل تسيس منا ومعركتي يسقون ومرحلة إلى بعضه أو مقتصد مقتصد كوام حي وأنا نوقبتي منا ما أرتي حمين وقله إيه مد ظالم إسلام مركا قالوا ما لعل الله كنا طبعا أقواش أسمع كتفسير كمرنين إلا أفرت ما يقول والإمام القرطبي سو أورين يا محل وفصل عيادة لكن ضد قوة سد حضان مد إيمان يوسف أي بحضر بقول كيف بقول مد كفر يوسف بقول كيف بقول يا مد 50-50 إنا قد نقيتها سنة كجلنا 50-50 ومرك وليه مركة حدي هذا كان مركة ومري وصوف دري شيخ وليه هدان اللي انتهى الضبا حباشة إيدي قبيل حباشة مركة إيدي قيسان يعني إراعين يعني إراعين قف دبوتا إي هويني إيضو مركة بروراني سنة وضع إيقا إلالي دبني على قد بقادم هويني مركة إيقا بروراني سنة إيقا إلالي برور ديقان هلا جوجيه هو العاص في المركة ماشي إيدي كتان كدبنا عرض مركز يقول شبتان وسا يقول ركتان قبر جاي وحد كنا قاتان انت الناف جيل اللي جت جور الحلم كيس اللي قيمين اللي واقع مجرن تان من السيتواني من السوان أو المجرن وحسب حلو حساب الجيل كدبنا وحير ثم شن على قبر التراب شن وامكث عند قبر قدر ما تنحر جزور فيقسم لحمها مركز سيرين انت يا رد ماشي نكتين وحربا ان استأنس بكم انا اذن وهشضم حيال مركب سؤالها يقول بلا بندون بي كلمة ذا ويلو حكم ذا مركز ثم أدار وجهه إلى الجدار مركو أنت لما يكذب حركة هذا إنك أمسي جيستي وهو يقول استغفر الله كلمات يعني كل الله بنا اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين إلى أن تظن فرتيبا كعاسين أن تظن إحنا قرر تبا نكرر التوبة وين وحن عفوك يا هنا ونسوق قال يا مركا ملها أنت مركو يكذب ثم وضع يده في موضع الغل من عنقه ورفع طرفه إلى السماء كذب اللي قلت وقعنت قصا أنت وصارت بالسماء ضصا إنه ولا الراعي سور اللهم لا قوي فانتصر إله فانتصر إله أود مجدت أن مركا أن وحقص لعصده ولا بريء فاعتذر من بري نميه أن عذر دارته ولا أنا بمستكبر إسلام أنا ويني ولا وإنما مستغفر دم الله ما قويدي سنة فاغفر لي غفار الله دم الله بدون دم بك قداف ولم يزل يرددها تارس سوء لني كلمة حتى فاضت روحه إلا مكة هلك وكجر يوذي الله أن حريسه ورضي الله عنه أرضاه طبعا ما أنت بحال مرضى مع ذي مجلد كوات أو كوان سيديت كتاب بكوان كتاب كان أركيسيت وسيديت جزوي ما أنت مرضى منه إلا لحدا يشن سحابي بري إن شاء الله سبحانه وتعالى الحمد لله من مجلد اللبات ومركان يضون انتص أنا كيرين وكتاب كان مركا وكل ماني بإذن الله سبحانه وتعالى
مرك مجلد الله بعد مرك وقفك طالب علمي أو حافي عن إنه كتابك تعليق سنك مرك مكتبه دهوس بلغه ذي كرابيد الله سبحانه وتعالى هل كاكرا سيدة وبارك الله فيكم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.